كثير من الناس يشكلون علينا لأن ما يحبون يطلع الإمام. خوش هذا اللي يقول ضلع فاطمة الزهراء ما مكسور، وهذا يقول الإمام أصلا ما موجود، ولاية علي مشكوك بيها، يقبل يطلع الإمام؟ قطعا ما يطلع، وانتم تشلبين بهالأعمدة البالية التي إذا ما هبت الريح تنكسر. اعتبروني الحمار وأقبل شتيدون. اعتبروني الحمار اللي يقلكم راح تمطر الدنيا وأقبل، لأن إنقاذ الناس مو عيب أن تكون حمار ويسمعونك، ومو عيب تكون دجال وتخلي واحد مؤمن ويصلي ويحب علي بن أبي طالب وهو بتونس لو بالجزائر لو بالمغرب. شو سويتوا أنتم؟ أنتم خليتوا الناس تكره علي بن أبي طالب، الله يشهد خليتوا الناس تكرهون علي بن أبي طالب. من فسادكم، من كذبكم، من قلة علمكم، وكذابين علم وفلان والصف قول لي مصيبة. لذلك الآن يمر العالم بمرحلة الغربلة، والله لتغربلنا 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 حتى يبقى منكم كبقايا الكحل في العين. شوفوا وضعنا وين. إذا منتظرين هذا ابو الانواء الجويه الدكتور ما يسوي لكم شيء، انتظروا الحمار والله يحكي صدق. ولك بس قضيه ابو تربه اللي كلكم مشيتوا اتجهتوا لي، من سالت معلمي قام يلطم على راسه قال لي تعال ولك تشبيك انت يا دجال تعال. قال مولاي ايه؟ قال له لك واحد يقول للامام تعال مش وياي، قال له ما امشي وياك. وين صار؟ الايه القرانيه حتى ما نحور بيها. فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. حط لهم حجة، قالهم الصبح إجا القوم ثانين يعبدون الشمس راح لهم، قال لهم تعبدون هاي الشمس ننتظر أنا وياكم للمغرب غابت الشمس. قالهم أنا محتاج ربكم محتاج بقضية. قالوا له راحت إلا الباكر يلا ترجع. قالهم شا هذا الرب اللي يعوف ناسه يستحق يعبد؟ كان إمام الحجة إذا غايب يستحق نقدره ونعظمه. ولكم الآية جاعد تضرب على دماغتكم ودماغ بهاتكم ودماغ من يدعون الدين الطين. ولكم هذا يقول شي، يقول إبراهيم يقول اللي يغيب لا تحترمونه لا تقدسونه. والإمام إذا كان غايب بلاء، من هو الذي غيبه؟ غيبه أبو إبراهيم آزر. اللي نتوقع إحنا أبو إبراهيم ونقدره، لأن إحنا إن الظاهر وليس إن الباطن. لو كنا نعلم الباطن لعلمنا إن آزر كافر. وإذا كان آزر كافر وهو عم إبراهيم فهذا يعني إن آزر أول من حرض مثل أبو لهب على رسول الله، أول من جمع الحطب آزر، وأول من جمع الحطب لرسول الله حتى ينال من رسول الله أبو لهب وأمرأته حمالة الحطب. هاي صريحة الآية، أمرأته حمالة الحطب. ما شوفوا إيش قد شبيه بهذا الكلام مرعب. أراد يقول لنا أبويا ترى الإمام ما يقفل ولا يغيب، لكن ذول الدجالة قالوا غاب. الإمام غايب؟ لا، إحنا ما نشوف. إبراهيم كان يشوف القمر ويشوف الشمس لو ما يشوفهن، يعني قطع عقله توه؟ إذن هذا مو نبي. ولكن أراد أن يرشدنا، أراد أن يوضح الأمر بطريقة إعجازية حتى نبهت. شلون قال لفرعون قال إني أحيي وأميت؟ إيش قال لموسى؟ قال له ربي يأتي بالشمس من المغرب من المشرق أن تأتي بها من المغرب. بهيت كلمة واحدة، مثل ما قلنا لكم عن أبو تربة، كلمة واحدة للعاقل يفتهم. بس منين أجيب عقل؟ كلكم مدعبل جوز عندي.